أعمل في القطاع العسكري في بلدي بنظام النوبات، مما يتطلب مني السهر طوال الليل ولعدة أيام، وأنام نهارا وقد تفوتني صلاة العصر أو أكثر من فرض في النهار، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، العمل اللي يفوت عليك الصلاة لا خير فيه، اترك العمل اللي يفوت عليك الصلاة واطلب عملا آخر، والأعمال كثيرة وأسباب الرزق كثيرة ولله الحمد، فاطلب العمل الذي لا يخل بصلاتك ولا يخل بعبادتك. لا يجوز لك تأخر الصلاة تقول أنا تعبان وأنا أعمل وأنا، هذا ليس بعذر. وإذا كان ما تستطيع القيام بالعمل مع أداء الصلاة في وقتها اترك العمل، الصلاة ألزم عليك، اطلب عمل آخر ما يتعارض مع الصلاة.